احتفالا بالعام الهجري الجديد أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة احتفالية خاصة بهذه المناسبة العطرة، والتي حضرها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي استهلت أولى فقراتها بتلاوة لآيات الذكر الحكيم. مناسبة طيبة، ويمكن أول مناسبة دينية أحضرها بصفتي محافظا لمحافظة الجيزة. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني بشكر ربنا على ثقة فخامة الرئيس في أن أتولى هذا المنصب. حضرت النهاردة المناسبة الجميلة دي، السنة الهجرية الجديدة 1446 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لقاء جميل مع المسؤولين التنفيذيين والقيادات التنفيذية كاملة. تناولت الاحتفالية خطبة لوكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، والتي تناولت الدروس المستفادة وأهم العظات من هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على مصر عام سلام وأمان للجميع إن شاء الله بإذن الله. عهدت دائما وزارة الأوقاف أن تذكر بهذه المناسبات الدينية وكذلك المناسبات الوطنية، لتحيي في الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالوطن الذي هو من الإيمان بالله عز وجل. من الدروس المستفادة أيضا درس معية الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى الغار والمشركون وصلوا إلى الغار، ونظر أبو بكر الصديق وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فماذا قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فكانت هجرته صلى الله عليه وسلم حدثا تاريخيا عظيما، انطلق وانتشر الإسلام بعدما كان محصورا في شعاب مكة، فنشر الدعوة وأبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة حتى آتاه اليقين. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كان حديثه صلى الله عليه وسلم لصاحبه عندما كان يختبئان في الغار، فكانت في هجرته العظة والعظمة والمحبة والتضحية. فرغم ألم فراق مكة التي كانت أحب أرض الله إلى قلبه، إلا أن تبليغ الدعوة ونشر الرسالة هو الهدف الأسمى، فقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق. كل عام وأنتم بخير. أحمد سعد الدين، النيل للأخبار.